المرتبة الأولى على محافظة طول كرم والمرتبة الثالثة على مستوى الوطن. بشرفنا أنها تكون معنا اليوم سارة في برنامج صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يعني لأننا شاشة التميز فلا نستضيف إلا المتميزين. شكرا لك. ألف مبارك نجاحك وتفوقك سارة. يعني في البداية بعد ما تحدث خالد ببطاقة تعرفية خلص فيش مجال أحكي لها بطاقة. فيش مجال. بدنا تحكي لنا، يعني ما شاء الله معدل 98.6 ومن الأوائل على مستوى الوطن والمحافظة، كيف كان ترتيبك وحكايتك وقصتك في عملية هذا التفوق والوصول إلى هذه النتيجة في الدراسة؟ هلا التوجيهي كان مرحلة حلوة وصعبة في نفس الوقت. هلا كان حلوة لأنه آخر سنة بالمدرسة مع صحباتك وأيام ما رح تنسيها بعمرك يعني. كانت صعبة من حيث الدراسة، الشهر كان مرحلة كتير صعبة في إنك تتابعي دائما مع معلمتك، دائما لازم تتابعي يوميا دراستك حتى ما تنسي، حتى يضل كل معلومات الوزاري. يعني كان في إرهاق خلال عملية الدراسة مثلا؟ البعض بيحكي طب ما أنا يعني بضل براجع المادة وبقرأها، والبعض بيحكي لا أنا بدرس وكأنه في بكرة امتحان. من هاي الناحية أنه أنا بعتقد أنه في الناس شقين، ممكن الناس في منهم بضل متذكر و فعلا وقت الامتحان بس مراجعة، في بعض الناس لا لازم يدرسوا أكثر. زي أنا ما كنت بالمرة أتذكر إشي، كنت يعني من الشهر كأني بلشت من جديد مع إني كنت حافظة كل شيء، بس خلص إنه بدل طب. ممكن عوامل معينة بتأثر على الطالب فهو بيكون من خلال التوتر والضغط وهذه الأمور ممكن يصل معه. يا ما امتحانات فتنا على القاعة والواحد ينسى شو اللي درسه، وين راح المعلومات. سارة كيف أجواء التوتر؟ يعني بنعرف إنه توجيه مرحلة مفصلية والواحد ينهي ارتباطه بالمدرسة، بده يطلع لعالم منفتح آخر في الجامعة. بالنسبة لإلك هل كانت المرحلة أساسا بتعريفها أنا توجيهي متوترة برافقها قلق وخوف؟ من أولها كان لا عادي، إنه أنا داخل مرحلة زي أي مرحلة بالمدرسة. كنت خلص حاكي لحالي إنه ما رح أتوتر وعادي زي أي مرحلة هي. بس مرات الناس اللي بيضغطوا إنه كيف يعني؟ إنه مسمى التوجيهي دايماً بحيطه توتر وقلق، وانه دائما التوجيهي لازم بس يدرس وما يطلع من غرفته، هذا بسبب للناس توتر يعني للطلاب. فهذا الاعتقاد هو اللي بخليهم متوترين وهي المرحله صعبه، اما شيء ثاني عادي زي اي مرحله. وانت كيف كنت عايشه المرحله؟ يعني كنت بتتاثري في المحيط ولا لا عادي كانها مرحله دراسيه مثلها مثل بقيه السنوات؟ لا مثلها مثل بقيه السنوات، ما كنت اتاثر كثير، كنت حاطه عقلي براسي وخلص انه ما رح اسمع لحدا. والحمل كان كبير على ساره على اساس انه سارة تعتبر من المتفوقات وبالتالي لازم تستمر في هذا التفوق؟ يعني انت كنت حاطة في بالك انه اجيب معدل 98.6؟ اكيد اي حدا كان يعني حاطط براسه يجيب معدل. بس انا صدمت بالاخر انه اجا هيك معدل والحمد لله. صدمت يعني ايجابية؟ ايجابية طبعا اكيد. خاصة انه انت يعني من الاوائل على الوطن او انه انا الوحيدة من طول كرم، فهذا اللي صدمني برضه. طيب سارة خلال الدراسة شو أكثر مواقف ضاغطة لإلك وكيف تخلصت منها نحو الإيجابية اللي قادت لمعدل مثل المعدل اللي حصلت عليه 98.6؟ زي ما حكيت لكم بالشهر كنت زي كأني مش بتذكري إشي. يعني حاولت إني قدر الإمكان أضل أتابع حتى إني أغطي كل المادة، فتنظيم الوقت كان هو اللي ساعدني. ويعني المحيط العائلي كيف الأهل كانوا مساندين لإلك؟ يعني إحنا بنعرف في أحيانا الأهل بسيبوا الطالب على راحته بتركوه على راحته، وفي أهل لا ممكن لا أدرس لا ما تلتي لا كنوا حرصين شوي زيادة، بيكونوا مش بس حرص على شوية ضغط بصراحة. صحيح. بتكون فأنت كيف كانت أجواء البيت عندك؟ لا كان أهلي حرصين إنهم ما يزعجوني، يعني كانوا تاركيني على راحتي، بس إنه يحرصوا إني صاحية أو أكل أو أشرب.
الامور اللي الروتينيه العاديه بالضبط انه ما يضغطوا علي ولا يحكوا لي ضلي ادرسي 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 زي ما بدي. وهذا شيء جميل يعني الواحد بخاف على الشيء اللوجستي يعني بخصوص الاكل صحيح. اجواء أيوة. الطالب مرتاح مش يعني مرتاح يعني تلعب كاندي كراش شوي مش مشكله عادي عادي بوكي لا ما كانت البوكيمون جو وقتها سارة بالنسبه لموضوع حوارك والاهل كيف يعني وافقتي لما ستدرسين في الجامعه والمرحله القادمه وضعت النقاط على الحروف في هذا الموضوع؟ إن شاء الله أنا سجلت في بير زيت وطلع لي محاسبة بس أنا يعني حاطة براسي إنه ممكن أغير مش لسه محاسبة مش ثابتة يعني أيوة. على المحاسبة أيوة. طب أنت إيش كان طموحك؟ يعني ما أنا يعني كسارة إنه لا أنا حتى لو جبت هذا المعدل سواء معدل عالي أم معدل أقل أو أكثر لسه من هيك ممكن أنا أخذ هذا التخصص لأن أنا بدي أشوف حالي في هذا التخصص. ممكن كان أنا في نيتي اقتصاد زمان بس ما بعرف بعد اللي صار يعني وهيك تغيرت نظرتي إنه صار بدي إشي أكبر أكثر. وممكن يعني ما بعد البكالوريوس إن شاء الله وتكوني أيضا متفوقة فيه تستمري أكثر يعني هل في عند سارة طموح للاستمرارية في عملية التعليم والتعلم؟ إن شاء الله إذا خلصت بكالوريوس راح أستمر. طب سارة الحديث عن مرحلة التوجيه بتسكن شخصية بتبني إنسان راح يكون مستعد من 12 صف راح نروح لقاعات محاضرة من أستاذ إلى دكتور من صديق وصديقة ممكن ينتقل لجمهور مخيف كيف الاستعداد النفسي الداخلي بالنسبة لعالم الجامعة؟ عالم الجامعة طبعا عالم تاني أكيد الواحد لازم يكون مستعد له. أتوقع التوجيه عامل أنه ساعد أنه يكون الواحد مستعد في أنه الواحد يتعلم أنه كيف الضغط أو يعتمد على حاله أو أنه بس مش راح تكون ماما هناك تعمل لك اكيد اكيد ما فيش دعم لوجستي اكيد هذا الاعتماد على النفس اللي بحكي عنه صحيح الحلو في الموضوع انه انا يعني الملاحظ يعني في البعض من طلبة الثانوية وطلاب الثانوية العامة وسارة نموذج بصراحة بهدوءها بالركاز بالإجابات حتى يعني في وعي في الموضوع وهذا مش رح تتغلب في الساندويتش سهلة لا بشكري فأكيد هذا نوع من أنواع صقل الشخصية اللي من الأساس مش بس من التوجيه هو من الأهل نفسهم وهذا إشي يعني إحنا نتمنى أنه بالفعل الأسر هو صحيح حديث كل سنة ومعروف قبل التوجيه بعد التوجيه لكن أهم شيء إنه يكون في تحسن بالمؤشرات بمعنى إنه الأهالي يعني صار عندهم الوعي الكامل لكيف يتعاملوا مع طالب الثانوية وطالب الثانوية يكون حريص على مستقبله وحريص على أهله بالدعم اللي بيقدموا له إياه فبتكون يعني علاقات متبادلة على الأقل لأنه في ناس في ظروف معقدة جدا حققوا أيضا تميز وهذا إن شاء الله ما راح نتحدث عليه ورح نحكي مع سارة في شغلة مهمة إنه في النظام الإعلان النتائج كنت حابة إنه يتم إعلان النتائج كسارة يعني وكإحدى المتوقعات لتفوقها بالأرقام ولا بالاسم لأنه كنت حابة أهل طول كرم كلهم يعرفوا إنه سارة الناطور هي من المتفوقات عدا عن إعلان المؤتمر لأنه بتعرف يعني إحنا كنا مسابقين بجزء ساعة إلا ربع فكيف كان ردة فعلك عن طبيعة إعلان النتائج؟ طبعا لما سمعت إنه في أرقام الجلوس ما كنت حابة بالمرة إنهم يعلنوها فيها كنت حابة إنه بالأسماء زي أي سنة يعني هو الواحد بيسمع اسمه الواحد بيسمع اسمه وحاب أسمع اسمه كنت يعني أكيد بنتمنى لك كل التوفيق في حياة المستقبل والجامعية وإن شاء الله إلى مزيد من الشهادات العليا نشكر تواجدك وإيانا اليوم الأولى على محافظة الكرم والمرتبة الثالثة على مستوى الوطن سارة بشار ناطور شكرا لتواجدك وإيانا في برنامج صباح الخير